تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وهنأ مرسلو البرقيات جلالة الملك المفدى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وأعربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلالته ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.